السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية جلوبال أحسان ريلي ب 18/8/2020. نحن بأقرب مطعم لمنطقة الانفجار ببيروت المنكوبة. عندنا كمان فرق وجبات عائلية للأسر المتضررة والمنكوبة. بوركت جهودكم، بوركت سواعدكم، شكرا لدعمكم واستمراركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جمعية إحسان في لبنان. نحن من أولى الجمعيات التي هبت لمساعدة المتضررين جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت. ونحن الآن في أحد بيوت المواطنين المتضررين جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، والآن نعاين الأضرار. ويعطيكم العافية.